بن سعيد المكتوم، شعار الانتصارات، شعار النصر. تهانينا لابو راشد من هذه اللحظات، اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على انطلاقة الشاهينية على المركز الأول بدون أي توامر. يا سلام، آه هي انطلاقتها أمام حضراتكم في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط. هذه الشاهينية على الصدارة مشاهدين الأعزاء، تغرد تنفرد بالمركز الأول بدون أي توامر، تقود هذه الأسماء والمجاميع في أول الأشواط المسائية لتحتضن هذا الشعار، الشعار الأزرق، لتهدي مالك سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم التحية والناموس والانتصار. تهانينا المركز الثاني الصائل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث والرابع الآن من الثنتين في هذه البداية، الواثق والمحنك وقائد العمليات في الفرقة 11 في المراكز الأولى المتقدمة، ولكن فريدة، لكن فريدة هي المسيطرة حبلنا الكريم حتى هذه اللحظات. هذه فريدة مشاهدينا تسير بالمركز الأول، تسير نحو خط النهاية. فريدة، فريدة خلاص غيرت مشاهدينا الأعزاء مواقع النجوم وسارت في المركز الأول مع نجوم جديدة، مع نجوم هذا الموسم. هذه فريدة اللي أمامكم تسير مشاهدين الأعزاء وتبحر بالناموس عن الجميع. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. ها هي فريدة أمامكم، تهانينا والناموس. المركز الثاني القابضة لاسمه الشيخ حمدان بن محمد. وعلى الصدارة حشيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على الصدارة. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر التحدي، وأرى الأسد، الأسد من الجانب الآخر على المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. والقادم مهيض مهيض يا أهل القعدان، خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه، مركم في سرعة ما هو بريض، لو تسوقن اللظى ما تلحقونه. ها هو مهيض ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة. تهانينا، تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز الجميل المهيض. من هجن العاصفة بهذه النوعية الجميلة، نوعية الفريدة في هذا الانطلاق والتحدي، بشار هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. لخفيف في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي. ولكن هنا، هنا لحظة الوصول لي أيضا بشار معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز بشار بالمركز الأول. تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني أتانا لخفيف لسمو الشيخ حمدان محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث. اللي فردت بمقدمة هذا الشوط، باعدت المسافة. يا سلام يا سلام يا سلام، الأداء متميز، الأداء الرائع، والشاهينية، الشاهينية تنفرد بناموس هذا الشوط. تهانينا، تهاني لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني للمحنك السعيد بن راشد من غدير اللي تابع انطلاق الشاهينية وهي تنفرد بناموس هذا الشوط. تقترب من خط النهاية. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لسعيد بن راشد من غدير اللي وصلت مع المركز الثاني الشايبة من هجن العاصفة. المركز الثالث تصر في سيطرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز صدرت الأوامر. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. والظبي تنطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار، شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11. ينطلق مع الظبي، باعدت المسافة، ارقصت الظبي
رقصت الظبي. تهانينا تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على فوز الظبي بالمركز الأول. تهانينا لعلي بن راشد بن غدير، هذه لحظات الوصول للمركز الثاني بشاية من هجن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم المركز الثالث. تصل بقيادة شمردل اللقاء الأخير في هذا الشوط، الأمتار القليلة المتبقية. يا سلام، حذاري الواثق الواثق الواثق، لا زال يقدم شمردل على المركز الأول مع هجن العاصفة، لكن حذاري. الله، وصل سلود، وصل سلود، سلود شمردل، شمردل وسلود، ولكن الله يا سلود، سلود مشاهدين الأعزاء في اللحظات الأخيرة انتزع المركز الأول مرة وعبر. ها هو سلود أمام حضراتكم مشاهدين الأعزاء، سلود. تهانينا والناموس لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا لمطالب السيف الأحج الهاجري المركز الثاني، شمردل من هجن العاصفة المركز الثالث، من هجن العاصفة يأتي وبران المركز. حقق انتصارات على أرضية هذا الميدان، يحكي لنا كذلك بلا شك صاحب سيارة، ولكن بلا شك سيعطي المزيد من الانتصارات في القادم. أكيد القادم أحلى، دائما نقول القادم أحلى والخافي أعظم. ها هو زلزلة أمام حضراتكم مشاهدين الأعزاء بدون منافس على الإطلاق. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مالك هجن زعبيل بوسعيد. كذلك شكرا على الحضور والمتابعة الدائمة لكل الانطلاقات في ميدان المرموم وكل الميادين. تهانينا والناموس لحظات الوصول، لحظات العبور، لنهدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم على فوز هجن زعبيل بالمركز الأول مع زلزلة. تهانينا كذلك والناموس. الجانب الاخر ارى هناك الذيبه، ارى الذيبه. السلام يا سلام يا سلام، صدرت الاوامر، صدرت الاوامر. نتابع المايديه مع المركز الثالث التابع لهجن العاصفه وبقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير. صدرت الاوامر مع الكوكب الرباعيه، مع المربع الذهبي. هملوله تتسلل، ولكن شواهين، شواهين وهملوله والشبله قادمه. يا سلام يا سلام يا سلام، شواهين انطلقت، انطلقت شواهين بناموس هذا الشوط. الشبلة هملولة شواهين، يا سلام يا سلام يا سلام، شواهين على الصدارة. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم المركز الثاني، الشبلة من هجن العاصفة المركز الثالث، هملولة سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم المركز الرابع المايدية. من يا سلام يا سلام يا سلام، صدرت الأوامر، صدرت الأوامر مبكرا في هذا الشوط. والتسلل، التسلل، التسلل الأخير يا سلام، ولكن نجدة، نجدة على الصدارة. فريدة قادمة، فريدة قادمة بكل قوة. التحديات المثيرة، الانطلاقات الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، نجدة على الصدارة بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات، ولكن التسلل الانطلاق المتميز. نتابع فريدة والمتحدة قادمة، كذلك سرابة بشعار هجن العاصفة، ولكن نجدة، 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 نجدة اللحظات الأخيرة. نتابع، نتابع سرابة اللي تسربت في اللحظات الأخيرة. تاني لهجن العاصفة والتاني لحمد براك. وعلى المقدمة المركز الثاني، المركز الثاني قادم هنا شاهين والذيب، الذيب من وصل ايضا على المركز الثالث، ولكن انطلق هنا، انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هنا سراب من انطلق على صدارة، ذات الرباع، ولكن هو سراب من انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرضي الحميري، ولحظة وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني من نصيب. على
صدارة على المقدمة شاهين سمو الشيخ حمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن راشد بن حمد من غدير الكتبي من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول الناوي الناوي ناوي الفوز هنا من يأتينا على المركز الثاني لسمو الشيخ حمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري شاهين والناوي الناوي وشاهين في صراع وتحدي ولكن أرى شاهين أرى شاهين هنا بدأ يتسلل على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تهانينا لسيدي الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول تهانينا لسعيد بن راهب بن حمد بن غدية اللي كتب المركز الثاني وصل مساندة من سراب ومن شواهين مع المركز الثاني والثالث ولكن سلهودة تهانين الهجن العاصفة ولتمارك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والتهاني التهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير المضمر الواثق من قدراته دائما بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة سلهودة تصل إلى خط النهاية بدون أي منافس بدون أي منازع على الإطلاق تهاني للهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومع المركز الثالث شواهين أيضا بشعار هجن اللحظات الأخيرة التسلل التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام فريدة 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 بهذا الشكل الفريد بهذا الشكل المتميز فريدة تنطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار شعار هجن العاصفة تهانينا تهانينا من الأعماق لهجن العاصفة على فوز فريدة بالمركز الأول بهذا الاندفاع المتميز تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير وهي اندفاعت فريدة في اللحظات الأخيرة تندفع بناموس هذا الشوط تهانينا تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثاني تصرف فيه الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن هذا المكتوب المركز الثالث اسمه الشيخ حمدان بن محمد